الشرطة الأسترالية وفي مداهمة مدعومة بعناصر وحدة مكافحة الإرهاب أحبطت مخططا إرهابيا لإسقاط طائر. المداهمات الأمنية في منازل بغرب سيدني ووسط سارلي هيلز أفضت إلى اعتقال 4 أشخاص كانوا بصدد التخطيط للتفجير الإرهابي. شرطة مكافحة الإرهاب كشفت أنها كانت تخطط منذ عدة أيام لهذه المداهمات وتم تنفيذها في هذا التوقيت. العملية الأمنية أعلنها رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترومبول الذي أكد التخطيط المسبق لهذه المداهمات. أستراليا التي تعرضت إلى 5 هجمات في ملبورن في يونيو الماضي نجحت في تقويض هجوم بحجم تفجير طائرة مدنية. الشرطة كشفت الإجراءات الأمنية في المطارات الأسترالية في وقت لم تعلن عن معلومات كافية عن الهجوم المحدد. مشتر